ليه الاسعار هنا في منافس بيع وزارة الزراعة ارخص من اي سوبر ماركت تاني خارجي؟ بسبب ان دي جهة حكومية، فدايما بيبقى حتى لو مشترين المنتجات من بره بيبقى فيها نسبة ربح هامش بسيط جدا. يعني تمام، بس هل هامش الربح البسيط ده والاسعار الاقل ليها تأثير على جودة المنتج؟ لا لا لا، ده بالعكس، ده احنا بنجيب من اجود الانواع بالنسبة لزيت الزيتون وبقية الاصناف. غير زيت الزيتون ايه المنتجات التانية اللي عندنا جودتها؟ بقوليات، يعني على سبيل المثال الزيت ب15 جنيه، بنبيعه ب15 جنيه، بره بيوصل ل19 و20. ده زيت ايه ده حضرتك؟ زيت طعام الاكل العادي. تمام. التون ب7.5، مفتتة بره ب9 وب10 في الوقت الحالي. يعني طب ما تيجي نبص هنا كده على الحاجة ونشوف الأسعار. انا اتفضل. اسعار زيت الزيتون بتتراوح من كل شركة للتانية. تمام. على سبيل المثال عندنا زيت ب40 جنيه اللتر. ده فين ده حضرتك؟ شاور لي عليه كده. ده ب 40 جنيه اللتر. تمام. والنص بتاعه ب22. تمام. في انواع اعلى شوية زي زيت الصلاحية، تمام. الربع ب30، تمام. والنص ب50، تمام. والتلات ارباع 75. تمام. نص الرمان بكم؟ ب17.5، بره بيوصل لعشرين واتنين وعشرين. تمام، دي حجمها قد ايه حضرتك؟ 350 جرام. 350 جرام. دي تونة مفتتة ب7.5، تمام. بره ب9 جنيه. تمام. دي تونة قطع ب12.5، بره ب14 جنيه تقريبا. تمام. تمام. في الطحينة دي كيلو ب26 جنيه، تمام. والنص كيلو بتلاتة ب13. دي عبوات نص كيلو تخينة ب 13 جنيه. تمام. ده عسل اسود ده كيلو. ب12 جنيه الكيلو. في الزلعة دي ب 800 جرام ب10 جنيه. تمام. في لبن فراجيلو ب10 جنيه، تمام. وفي لبن بخيره ب6 جنيه، ده 6 جنيه ده كيلو ولا نص؟ نص. تمام. وفي لبن صباحه ب4.5. تمام. أسعار عسل النحل بتتراوح من 23 جنيه لحد 175 جنيه. 23 جنيه ده للكيلو؟ العسل عسل طبيعي؟ عسل النحل طبيعي، تحت إشراف وزارة الزراعة من المنح. عسل البرسيم ب23، الموالح 25، حبة البركة 25، الجبلي 30. الكيلو ب 30 جنيه كيلو العسل الجبلي طبيعي؟ طبيعي. أسعار رحوم الكباب، كباب حلة ب60 جنيه، والمفروم ب60 جنيه، والموزة ب60 جنيه، والكبدة الكيلو ب40 جنيه، والبيتيلو ب72 جنيه، والشاورما ب62 جنيه، وفي العروق اللي هي الروستو اللي هي الباردة، اللحمة الباردة، الكيلو ب75 جنيه. تمام. دي حضرتك اللحوم فريش ولا مجمدة؟ لا، المجمدة برازيلي. 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 تمام. دي بتشتغلوا في اللحوم الفريش؟ لا، دي بتبقى في وقت العيد بس. في وقت الأعياد. عيد الأضحى وكده.